بدوره أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن المملكة نجحت حتى الآن في تحقيق منحنى أفقي لحالات الإصابة بفضل التحرك السريع لاحتواء الفيروس. تميزت مملكة البحرين قبل وبعد حدوث أول 100 حالة إصابة قائمة بالقرارات والإجراءات الاحترازية والاستباقية، وكان فيها سرعة التحرك المدروس والحسم ضد وباء اللي كان وأصبح وباء عالمي. احنا نتكلم إلى اليوم تقريبا أكثر من 3 ملايين شخص مصاب بفيروس الكورونا في جميع أنحاء العالم خلال 4 أشهر فقط. لو بتكلم على الأسس الثلاثة اللي ذكرتها من ناحية العلاج، أتوقع الكل شاف إلى اليوم أن ما زال عندنا القدرة الاستيعابية لعملية الفحص، فالفحص ما زال متوفر مع دخولنا إلى الأسبوع العاشر. ما زال عندنا طاقم طبي محترف ومدرب لمواجهة هذا الفيروس، ما زال عندنا طاقة استيعابية للعلاج وللعزل والحجر الصحي، والحمد لله لم تتأثر أي مؤسسات صحية داخل مملكة البحرين، وجميع مستلزمات الوقاية متوفرة للوقاية ضد فيروس الكورونا. فهذا يأكد لنا الحمد لله من ناحية العلاج أن هذه الأشياء كلها متوفرة، وإحنا الحمد لله بفضل الله يعني الخطة الاحترازية أبدت نتائجها.